سالاد بالكاري مختلفة برضو، طعمها حلو قوي. وغير عندنا طبعا بودرة الكاري اهي، عندي بصل، عندي شوربة او مرقة زي ما بيقولوا الام مرقة، دقيق وكريمة وخيار بالزيت كده اهو. ننزل على طول بالبصل، نوصل لكده. شايفين طري ازاي البصل بقى؟ خلاص ما بقاش الحاجات ستيف زي الاول. اجي دلوقتي هقوم نازلة بشوية كاري مع شوية دقيق، نبتدي ننزل بالمرقة. هيبقى زي كريمي صوص كده. نزود الملح والفلفل ونقلب. وكل اللي هيحصل دلوقتي ان انا هجيب الكريمة دي نصها احطه هنا كده على طول على الباستا، و دلوقتي الصوص بتاعنا بقى جاهز. يجي كده، ما كلتهاش قبل كده بس لما جربتها وعملتها وطعمها عجبني قلت بقى نعملها لكم. هحط شوية كمان كريمة كده على الوش، وآخر حاجة هحطها الخيار عشان مش عايزاه يستوي. بس وخلصت الباستا سالاد بتاعتنا.